الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. قال مرقس البشير: لما كان المساء كانت السفينة في وسط البحيرة ويسوع وحده على اليابسة، ورأى التلاميذ منهوكين من التجديف لأن الريح كانت مخالفة لهم، فجاء إليهم في آخر الليل ماشيا على البحيرة وكان يريد أن يتخطاهم. ولما رآه التلاميذ ماشيا على البحيرة ظنوه شبحا فصرخوا لأنهم رأوه كلهم واضطربوا. وفي الحال كلمهم يسوع وقال لهم: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. وصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح، ودهشوا في أنفسهم غاية الدهش لأنهم لم يفهموا معجزة الأرغفة لقساوة قلوبهم. ولما عبروا جاءوا إلى أرض جناشر وأرثوا هناك. ولما خرجوا من السفينة عرفه الناس حالا وطافوا تلك الناحية كلها، وبدأوا يحملون من بهم سوء إلى حيث كانوا يسمعون أنه موجود. وحيثما كان يدخل قرى أو مدنا أو ضياعا كانوا يضعون المرضى في الساحات ويتوسلون إليه أن يلمسوا ولو طرف ردائه، وجميع الذين لمسوه كانوا يشفعون. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح هو البركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح هو البركة. الله معكم إخوتي الأحبة. المساء المبارك. شفنا بالإنجيل من أعظم عجائب الرب يسوع المسيح، أمنا عجوبة عادية، هيدي عم نشوف فيها بالكامل يسوع ابن الله، إله، مش حيالله إله. نحن ما بنعبد إله ضعيف، نحن بنعبد إله قوي، إله قوي. نحن بنمشي مع إله أو بس قوة إلهنا نحن منخدها ومنكون قوية مثله، بس مش بتفكيرنا الأرضي، مش بتفكيرنا الجسدي المادي يلي كلنا تقريبا غرقانين فيه، وهذا ربنا اللي بده يشيلنا منه. نحن قوايا بيسوع مش تنستعمل قوة إله ضد بعضنا نحن البشر لو كانوا الناس أشرار، ولا إلهنا بناقض حاله يلي قال حبوا أعدائكم، لأنه نحن كلنا أخوة، وكل إنسان عم بيعمل شر بدنا نصلي له. معتر غلبوا الشيطان، وقعوا الشيطان، ما عرف يطلع منه، وقع حاله بإيد الشيطان. إذا نحن قوية بالمسيح يعني قوية بالمحبة، قوية بالعطاء، قوية بالخدمة، بالرحمة، بالمسامحة، بالغفران، ها قوة إلهنا كلها من أجل نكون معه بالسماء مش على الأرض. هيدا إيماننا، هيدا إلهنا، قوته نستعملها يلي هي الطيبة تبعه. شفنا بالكتاب المقدس بعت تلاميذه، بعت تلاميذه قال لهم روحوا على الضف الثاني من البحيرة، من البحر، يعني روحوا على الشط الثاني وراح تشوفوا كل شيء له رمز. بعت تلاميذه، وهيدي الإرسالية عم بيبعت تلاميذه يبشروا فيه، يعني نحن كلنا تلاميذه. بعتهم بالسفينة، السفينة يعني الكنيسة، بعتهم بالبحر، البحر هو هيدا العالم، دائما البحر بيرمز للعالم يلي فيه خطية وفي شر، والموج العالي والهواء القوي هي الشر
الهايج ضد الكنيسة عم بيحاول يغرق الكنيسة. هالمركب يلي فيه التلاميذ يلي بعتهم المسيح من ميلة لميلة تاني، والميلة التانية هي السماء. تلاميذ بقلب الكنيسة حامية المسيح حتى تقطع ببحر هيدا العالم المليان شر حتى توصل على السماء. هيدا الهدف منه. والمسيح ماشي على المي، مش حيلا مي، بحر هايج، موج عالي، هواء قوي، حتى نفهم انه قد ما يهيج هذا البحر، قد ما يهيج العالم والشر اللي فيه ضد الكنيسة والمسيحيين، قد ما يقوى الشر والاضطهاد ضد الكنيسة والمسيحيين، بعده تحت سيطرة رب المجد، لأنه الله ما بيقدر يزيح شيء من تحت سيطرة الله. بين نظره ايه وتحت سيطرته ايه، وربنا مش عليه، دعس عليه، وبغير مطرح شفنا سكت البحر وسكت الهواء. نحن تعجبوا التلاميذ كيف بيطيعوه، كيف منو هيدا تيسمعوا البحر والهواء. ونحن بطبيعتنا بنفهم انه ما حدا بيسمع الا الكائن الحي، طلعت الطبيعة بتسمع الله وبتطيعه لأنه خالقها هو الله. ربنا يسوع بده يفهم التلاميذ ويفهمنا نحن، لأنه تلاميذه بعتهم بالعالم ونحن منتشرين بالعالم. بده يفهمنا أخوتي كيف منكون قوية فيه هو مش بحالنا. بده يفهمهم ويفهمنا انه ما نشغل راسنا ونفكر كثير بالمجد الارضي الباطل. ضروري نفكر حتى كيف نشتغل ونعيش ونطلع ونكفي حياتنا على الارض، بس التفكير المفرط بالارض، يعني التفكير الزايد بالارض، بيخسرنا حياتنا، بيخسرنا السما، لانه بيغرقنا فيه اذا اعطيناه فكرنا كثير. ليش بده ايانا ما نفكر كثير بالارض؟ لانه في شيء اهم بكثير لحياتنا حتى نعيره اهميه اكبر. كيف نعيش تعليم المسيح رب المجد؟ كيف منعيش تعليم ربنا يسوع المسيح؟ ليش ربنا عم بيقول لنا هيك؟ لانه عم بيخبرنا انه رح نواجه بهيدا العالم اضطهادات عنيفه. اضطهادات عنيفه. وما في شيء بيزيحنا وبيقوينا وبيخلينا نصمد بوجه الشر اللي بالعالم الا هو وحده. ورح نخلص ورح نوصل لبر الامان للملكوت للسماء، رح نوصل باذن الله، لانه مكبشين فيه وحده. يعني ما بنخلص الا بقوته هو يلي بتعطينا نعمه نقدر نتغلب على الشر بهذا العالم وفينا، ونضل ماشيين بالحب يلي هو قالنا كونوا فيه حتى نغلب الشر. لانه اكيد مثل ما قلت لكم ما بيناقض حاله، ما تقاوم الشر بالشر انما بالخير، بالخير ربنا ما بيناقض حاله. تلاميذ تعرضوا لتجربه قاسيه، هن بطريقهم من ميله لميله، هن طريقهم من الارض للسماء، تعرضوا لتجربه قاسيه من بعد ما ربنا بعتهم بالسفينه بالشخطوره على الميل الثاني. هاج البحر وبلشت معاناتهم وتعبهم. اول شيء كان في اعجوبه قبل، صايره قبل بكم ساعه، ربنا طعم 5000 انسان رجل عدا الاطفال والنساء من 5 خبزات وسمكتين. من اعجوبه عظيمه جدا ولها معاني كثير، طبعا ترمز لجسده يلي بيطعم البشريه كلها وبفيد. انما هالاعجوبه صارت قبل بكم ساعه، وكانه بعد كل عمل حلو نعمله، وكانه بعد كل نهار فرح مرتاحين انه عملنا انجاز روحي او مادي، وكانه بعد كل شيء حلو بنعمله في وراه تجربه، وتجربه قاسيه. وكأنه كل مرة بيكون عنا شيء حلو نتفاجأ انه لا، اخر النهار عنا في شيء مش حلو.
هو تجارب أخوتي، في تجارب لابد ما تمرق، لابد ما تمرق. ربنا بعت تلاميذه وداهم روحوا بالسفينة الكنيسة لتاني ميل من العالم، بحر هايج، عالم ضد الكنيسة، اضطهاد. هن عم بيعانوا وعم بيجاهدوا بهيدي السفينة، عم بي وخيفانين، مش بس عم بيعانوا ويجاهدوا ويشدوا ويجدفوا بالسفينة تيخلصوها من الغرق في خطر حياة أو موت، بس مع الأسف خيفانين. ليش؟ عم بيحاولوا يخلصوها بقوتهم هن مش بقوة الله، عم بيجاهدوا بقوتهم الشخصية مش بكلمة الله، مش بالتفكير بالمسيح شو قال. والتجربة بتذكرهم وبتذكرنا بضعفنا، انه انا بقوتي ما بقدر اتغلب على الشر، ما بقدر، بجاهد وبتعب وبعاني وبخاف وبغرق، ما بقدر. بتذكرنا التجربة بضعفنا، مشان هيك ربنا بده يوصلهم للتواضع، تواضع حتى نقبل كلمة الله. أول خطوة بقبولنا لكلمة الله هي التواضع، بدي اتواضع وبدنا نوثق فيه وحده. عم بيعلمهم للتلاميذ ونوثق فيه وحده ونوثق بيسوع المسيح. شو صار؟ وحده ربنا عينه كانت شايفتهم، هن مش شايفينه بس عينه شايفتهم، كان على الميل الثاني على الشط الثاني وعم بيطلع فيهم عم بيجاهدوا. يعني نحن ببحر هيدا العالم وعين ربنا شايفتنا، لو نحن مش شايفينه، بس بدها قوة إيمان، بدها ثقة، بدها التزام بكلمة الله حتى نوصل لهالمرحلة إنه نصدق إنه عين الله شايفتنا، لا عم نتخبط، وبالوقت المناسب ربنا بيتدخل وبيخلص. كل فترة معاناتهم كل الليل عم بيعانوا، تركهم ربنا يسوع المسيح يعانوا ويجاهدوا لفترة، رجع اجا ماشي على المي، تدخل ربنا يسوع المسيح مع انه هن خيفانين وما طلبوه، مشي على المي واجا لعندهم حتى يعرفوا تفاهة هيدا العالم اللي اشتهوه، سخافة هيدا العالم اللي مشتهيينه، وانه بلحظة وحدة بيخسروه، بيغرق المركب وبيموتوا كلهم فيه وبيخسروه. فشو فايدته لهالعالم اللي اشتهيوه؟ ليش عم بقول اشتهوا هذا العالم؟ لأنه لأساوت قلوبهم ما فهموا معجزة تكسير الخبز، خبز والسمك، لأساوت قلوبهم، لا قلبهم قاسي. يمكن افتخروا بلحظة من اللحظات انه هني ماشيين مع نبي عظيم بيعمل أعاجيب، الناس بتمجدوا، يعني هني بيتمجدوا معه. وكمان تفكيرهم فيه بعد ما وصل انه يكون إله من إله، بعد ما وصلوا انه يكون ابن الله، بعدهم بدهم ايه ملك ارض يملك عليهم ويخلصهم من الاحتلال والحروب اللي ضدهم، وهن يرتاحوا ويعيشوا مرتاحين ببلدهم على الارض، بعد ما فهموا رسالته انه هي بالروح مش بالجسد. كانوا بتجربه حياه او موت في غرق من عاديه، وما اجى ربنا يسوع المسيح يخلصهم بسرعه، تركهم يجاهدوا أكثر ويشدوا أكثر. هي حكمة الله، هو إله المعرفة. لو كنا واقعين بتجربة قاسية ومؤلمة وصعبة بيتركنا نجاهد ونفكر، بس مش نبعد عنه ونكفر فيه ونحمله مسؤولية كل التجارب وكل المشاكل اللي بتصير معنا. يمكن ربنا يسوع المسيح لو تدخل بسرعة ما كنا كبرنا بالإيمان وبالروح، ما كانوا تلاميذه كبروا بالإيمان وبالروح، تركهم يوصلوا للحظة الخوف من الغرق والموت، كانوا قطعوا الأمل، خلص نحن غرقانين رح نموت، وتدخلوا خلصهم حتى يفهموا كتير منيح هالإله شو بده، يقووا ثقتهم فيه ويقووا إيمانهم فيه، لأنه العالم كله رح يكون هيك، وما فينا نحن نؤمن بإله بس للأرض ويخلصني ماديا وجسديا وأمراض ومشاكل تنحل هون، ما اجى على الارض يحللنا كم مشكله على الارض ابدا. تركهم يجاهدوا حتى يقوى الايمان تبعهم،
لأنه أختي في كتير أمور على الأرض بتصير معنا ما بنقدر نتعلمها ونفهمها إلا ما نتصارع معها ونجاهد فيها وتعبنا حتى نفهمها ونوصل لنتيجة معها. شافوه جاي ماشي على المي ما صدقوا وخافوا وانرعبوا وفكروا شبح وفكروا مارق ورايح، طلبوه طلع معهم بالسفينة. لما طلع معهم بالسفينة هدي كل شيء، راق كل شيء. طلع معهم، طلع معهم يعني أنا بدي طلعه معي، أنا بدي فوته على قلبي، ناطرني أنا عم دق على الباب، اللي بيفتح لي فوت بتعشى معه، يعني في أكل طيبة مع الرب والقعدة الطيبة معه. نحن أخوتي كتير منقرأ هالإنجيل ومنشوف يسوع ماشي على المي، ومع هذا كله بعدنا منشك إنه ربنا، بعدنا منشك إنه مش قادر يشتغل بحياتنا، بعد عنا هالشك إنه بعد ربنا مش قادر يشتغل بحياتنا. ليه؟ بعيد، بعدنا براسنا الله بعيد. إيه نحن مبعدين. لك صار إنسان ومات وقام تيقل لي تباع اللي عم بقلك عليه، ببطل بعيد. الله بقلبنا بحياتنا، بس نحن شو عم نعمل تنحفظ كلامه تيكون بحياتنا وبقلبنا وبعيشنا وملزق فينا؟ الله منه بعيد أبدا، صار إنسان. فللتغلب على كل خوف حتى نغلب كل شك وخوف، واللي بيعطينا الهدوء بيعطينا الرواق طمأنينة هو معرفتنا وثقتنا وإيماننا إنه المسيح حاضر معي بكل لحظة، موجود معي حتى لو عم بتعرض للتدفيش من الشر. الله معي، حاضر فيي، حتى لو عم بتعذب وعم بتوجع في ضوء نور بقلبي مريحني، هو ربنا الموجود معي. مشان هيك لو كل العالم ضدي، لو كل العالم عم بيدفش فيي، أنا مرتاح من جوا، مرتاح. هيدا الله، هيدي نعمة الله لمعبيت حياتي. فهن تلاميذه وقت اللي تأكدوا إنه المسيح معهم ارتاحوا وراح كل خوف. وهيدا اللي بده إياه ربنا، نتأكد إنه هو معنا لو مهما اشتدت الدنيا ضدنا، هو معنا ما نخاف. آمين.